سلام البنات، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله وصفه جديده، وصفه خبز البانيني، وراح نحضر معكم الشاورما. اوكي، لا كنتم مهتمين خليكم لاخر الفيديو. واش نسحقوا في لاباط؟ نسحق 500 كما راكم تشوفوا هنا، 500 غرام تاع فادينا اللي كنت غربلتها دو فوا باش تاكد انه ما فيها حتى شيء دخلها الهواء. نحتاج كيف كيف ملعقه تاع السكر، هنا ملعقة كبيرة هكا. نحتاج كيف كيف ملعقة كبيرة تاع الخميرة تاع الخبز باش تتفاعل. نزيد شوية، انت تحاولي هكا نص باسكو الحال راهو بارد. انتم هو الحال، الا كنتوا في الصيف ما تعملوش زوز ملعق ولا ملعقة ونص، الا كنتوا في الشتاء ديروا ملعقة ونص، الا كنتوا في الصيف ديروا ملعقة واحدة تكفي. فوالا، نحاول اني نخلط. اليوم انا الوصفه تاعي راح نخدمها بالبيتران، وانتم تحبوا تخدموها بيديكم تصلح، تحبوا تخدموها بالبيتران كيف كيف تصلح، لانه جربتهم بلي دو فاصون، جربتها بيدي وصلحت وجربتها بالبيتران وصلحت. نحتاج كيف كيف الملح، نص ملعقه كبيره تاع ملح. نحتاج مغرف كبيره تاع المارغرين، راح نزيدوها في الاخر خلاه ولا زبده. ونحتاج الى كاس تاع الماء. دوك نشوفوا مع بعضنا طريقه التحضير. هنا البنات كما راكم تشوفوا، نبدا نضيف الماء. هذه هي كميه الملح البنات اللي راح نزيدها. نضيف الماء تدريجيا. هنا البنات بعد ما خليتها تخلطت حوالي 5 دقائق، نزيد لها هاد المغرف تاع الزبده. فوالا، ونزيد نخلاها يعني تدور حوالي 10 دقائق واحد اخرين، وخلاها ليكيد البنات، ماشي ليكيد خلاص. دوك نعطي لكم التكستور، فو با تجي ناشفه هاد العجينه تاع البانيني، الا جات ناشفه البانيني تاعكم غاطي. لازم تجي ماشي كيما تاع البيتزا، تجي طريه، تجي طريه خلاص كيما تاع السفنج ولا هذوك الفطاير زعما تاع دوك. نعطي لكم كيفاش البنات. هاي ليكم لاباط تاعي بعد ما تعجنت، دونك يسهل ليكم. ها كيف ها تتلاصق، ها هكا لاباط راهي ناجحه. نغلف هذوك بابي فيلم ونحطها حتى ندبل الفوليوم تاعها، حتى نحاولي تطلع لهنا باش نبدا نفاسوني فيها ونبدا نحطها الطيب. نعدو دوكا مع بعضنا الى التتبيله تاع الشاورما. بالنسبة البنات للتتبيلة تاع شاورما، واش نسحقو؟ نسحقو حوالي 250 غرام تاع اسكالوب. اللي ما عندوش الاسكالوب يقدر يجر صدر تاع دجاج عادي جدا. هنا واش درت؟ درت حوالي هنا ربطة ناقصة شوية تاع معدنوس، درت بصلة هذاك خضاري طويل والفاح، درت شوية فلفل أكحل، فلفل أحمر، ودرت راس الحانوت. دركا راح نزيد شوية زيت، فوالا حوالي زوز مغرف كبار تاع الزيت. درت الملح. واش راح ندير اخر؟ الى عندكم شويه تاع لا موتارد، فرماج ريجيم هذاك كله تقدروا تزيدوه. استروا برك نخاف القصان، تقدروا تقصوا كيما حابين، ماهوش شرط يعني تقصوا حاجه، لانه بعد انا راح نحكموا بعد ما يطيب نزيد نقصوا اون بتي دي رقيق خلاه بفلا بلونش. فوالا، كي تشوفوا كميه الزيت هكا تلمت كامل. فوالا هاكم تشوفوا، نزيد نجيب موتارد. فوالا، نضيف حوالي هاكا برك ربع ملعقه ولا نص ملعقه صغيره تاع موتارد. ونجي هنا للفرماج هذا، هذا يمد لكم واحد لوغو البنات في ولا ويخلي المطعم توب. هنا نحط نص برك هنا ونص كيجي طيب، دوك نحط نص دركا ونص كيعود قاعد يجي طيب في وسط الزيت. فوالا، تعرفوا نتوما اللحوم البيضاء تحب لفاح باسكو هي ما فيهاش زعما الشحم ولا فيهاش جو كبير، دونك تقبل لفاح. تحبوا تزيدوا مثلا كوب تاع جامبو ولا لفاح هذاك بابريكا، تحبوا تزيدوا شويه فاح تاع دجاج. انا هنا عندي اوسي شويه فاح، اصبروا تشوفوا
راني نتفكر معاكم كي نقول فوالا. عندي هنا شويه، هنا شويه دوك الاعشاب، شويه كليل، شويه فوالا هكا، ونقفل عليها ونخليها واحد من ساعتين 3 سوايع تفوح بيان.